لاحظوا حديث السيدة خديجة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام عاد من غار حراء بالوحي وقال لله لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. خمس خصال عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. استفيد من هذه الخصال العظيمة أنه من كان فيه هذه الخصال العظيمة هو في رعاية الله، هو في حفظ الله. صح هو الكلام للسيدة خديجة في هذا السياق، لكن سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، وهذا الحديث التقريري، ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أقره عليه الصلاة والسلام. هلا أنت لاحظ صلة الرحم، أنت تصل الرحم الله يصلك، الجزاء من جنس العمل. تكسب المعدوم، واحد ما عنده مال تكون سببا في أن تعطيه مال يتكسب من خلاله رأس مال يعني، فالله يرزقك. تقري الضيف، أنت في ضيافة الرحمن. تحمل الكل، واحد ضعيف أنت ماشي في الشارع ويحمل حبلا ثقيلا أو ماشي في الشوب والحر وعندك مجال أن تكون عونا له، الله يعينك. وتعين على نوائب الحق، ما ينوب الإنسان من ابتلاءات، فأنت تكون عونا له، الله يكون عونا لك. فمن هنا استنبط هذا المبدأ العظيم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا.